الأستاذة ميرفت اللي معاها فلوس في البنك وبتعيش من فوائد الشهادات وما معهاش إنها تزكي. طبعا الزكاة على الشهادات البنكية زي ما هو معلوم الأصل فيها إنه الزكاة بيكون على الأصل وعلى الأرباح 2.5%، وقلنا لحضراتكم هناك اجتهاد بإخراج 10% على الأرباح قياسا على الأرض الزراعية أو على ما يخرج من الأرض الزراعية. الأرباح بمجرد ما تستلميها خرجي منها 10% إذا كان يضرك إنك تطلعي على الأصل والربح 2.5%، فتقدري تاخدي بهذا الاجتهاد أول ما استلم الأرباح من الشهادة طلع 10% عليها يا صاحبة السؤال. ما نقص مال من صدقة.